مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله لهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الإنساني الأسبوعي برنامج ألم وأمل طبعا مشاهدينا الكرام دائما من خلال هذا البرنامج نحاول دائما أن نبث ونزرع الأمل في قلوب كل من جاءنا وطلب مساندتنا وطلب مساعدتنا وتقفلت به او اقفلت في وجهه كل وسائل وسبل العلاج والتداوي ومن خلال احسانكم ومن خلال مشاركاتكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام باذن الله تعالى سوف نكون دائما واسطه الخير ونكون دائما جسر الخير وجسر الامل الى اولئك الذين ياسوا من الحياه وياسوا من الامراض إذن مشاهدينا الكرام دعوني في هذه الليلة أستعرض على حضراتكم حالتنا لهذه الليلة والتي نريد من خلالكم أن نوفر لها المبلغ المطلوب من خلال هذه الوقفة. نهاية محمد عمرها 58 سنة سيدة تعاني من التهاب المفاصل الرثوي وبحاجة إلى 150 ألف درهم للعلاج. إذن مشاهدينا الكرام كما شاهدتم هذه السيدة تعاني حقيقة من آلام مبرحة وشديدة من جراء طبعا الروماتايد او كما اطلقت عليه باللغة العربية قبل قليل التهاب المفاصل الرثوي ولكن المتعارف عليه هو الروماتايد تمكن منها تشعر بألام شديدة جدا لا تستطيع أن تقوم بأنشطتها اليومية وبحياتها اليومية نظرا لانتشار الألام في كل أنحاء مفاصل جسدها معنا اليوم في هذه الحلقة دكتور أيمن المصري أخصائي أمراض الروماتيزم والمفاصل العظمية نرحب سوياً أهلا وسهلا بك دكتور حياك الله طبعاً دكتور اسمح لي قبل أن أبدأ وأطرح على حضرتك بعض الأسئلة تهم هذه الحالة أن أذكر سدى المشاهدين الكرام بأرقام التواصل معنا إذا ما أردتم أن تستجيبوا لطلب ولنداء آه هذه آه السيدة نهاية محمد وإذا ما أردتم أن تشاركوننا التخفيف عن ألامها إذا الأرقام هي كالآتي مشاهدينا الكرام ستة صفر صفر خمسة خمسة أو على الرقم صفر خمسة صفر واحد صفر 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 مرة أخرى صفر خمسة صفر واحد ستة ثلاثة سبعة صفر 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 أو على خدمة الرسائل النصية الاس ام اس ستة ستة ثمانية ستة 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 ثمانية ستة طبعا يجب أن نركز أكثر على هذه الحالة من خلال هذه الوقفة من خلال هذا التقرير ثم نعود لحضراتكم هي شموخ امرأة يحاول مرض الروماتيزم قهرها، يجاهد في صراعها ليهلكها في مآزقه التي لا تنتهي، لكنها تأبى إلا أن تقف في وجه شبحه، والنتيجة اعوجاج أطرافها بعد أن أنهكتها مقاومة المرض. انا بعاني من مرض الروماتويد بعاني فيه اكثر من ثلاث سنين بدايه المرض هذا كانت تيجي اوجاع معي بالايدين بالارجل وهيك بس اكثر اشي في الايدين يعني اثر فيه هذا المرض طبعا راجعت اول شيء مستشفى خليفه بعدين حولوني الى ام القوين عند دكتور غالب دكتوري المعالج للروماتويد هو دكتور غالب صراحة عمل لي تحاليل كتير وأشاعات وكل الأشياء اللازمة يعني وساعدني وأعطاني أبر اللي هي أبر للروموتويد بس هاي الأبر صراحة كتير مكلفة يعني أنا ظروفي المادية ما بتسمح لأني مطلقة وبنتي بتعيش معي وراتبها متوسط يعني بين اجار تدفع طبعا اجار البيت والمستلزمات الحياه اللي هي طبعا كهرباء اكل وشرب واشياء زي هيك فانا بطلب بمساعده من اهل الخير من الناس الرحماء يعني انهم يساعدوني بتلقي العلاج اللي هي الحصول على هاي الابر لانه هي صراحه هي العلاج الوحيد الي المسكن الوحيد يعني نهايه ترى متى سيكتب نصيب اسمها على صفحات المرض حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام متواصلين وحضراتكم واتوجه بالسؤال لدكتور ايمن المصري كما شاهد الدكتور هذه الحاله حقا تعاني حقيقه من الروماتايد حدثنا الى اي مدى هذا المرض فعلا يعني يسبب الام ويسبب ضيق ويوقف انشطه الحياه اليوميه للمريض طبعا مرض الروماتويد هو من اخطر الامراض الروماتيزميه المناعيه أوه. هو احد امراض امراض الروماتيزم المناعيه، امراض الروماتيزم متعدده ومتنوعه حوالي 300 مرض، مرض الروماتويد واحد من هذه الامراض، مرض الروماتويد مرض مناعي بيصيب اغشيه المفاصل مزمن يعني لازم علاج مدى الحياه، المبلغ هلا اللي حنحاول نحن نجمعه للمريضه هو عن يعني مبلغ لعلاج لمده سنتين فقط. المريضة هي بحاجة للعلاج لفترة أطول. مهو. يعني مدى الحياة مثل ما قلنا مزمن مزمن لأن المرض مهو. خطير وإذا ما عولج سيؤدي إلى آلام مزمنة. مهو. صباح مساء رح آه، إلى انتفاخات وتورم واحمرار بالمفصل. آه، عدم القدرة على النوم، عدم القدرة على ممارسة الحياة الطبيعية. لا الشعور الدائم بالألم المزمن. مهو. طبعا الشعور الدائم بالألم سيؤدي إلى انعكاسات أخرى على المريضة. ما. سواء انعكاسات نفسيه او صحيه على المستوى الغذائي على مستوى الاعضاء الاخرى القلب او الضغط او السكري او الرئه نعم فبنسميه مرض جهازي ممكن يصيب تقريبا جميع الاجهزه الموجوده بالجسم لا إله. فمرض الروماتويد مرض خطير جدا اذا لم يعالج م. مثل ما شفنا هون بالتقرير معنا كانه المريضه يعني في بدايات صارت عندها تاكل بالمفصل يبدو ذلك أه نعم. وهذا التاكل وهذا التشوه بالمفاصل اليدين يمنعها من استعمال الحاجيات اليوميه حتى من فتح الباب او مه. شرب الماء او الطهو فبادي الى اعاقه جسديه احيانا كامله نعم والمريضه ايضا ليست تعاني فقط من مرض الروماتويد تعاني من اصابه عصبيه مه. قد اجرت عمليه جراحيه في اسفل الظهر وتعاني من ضعف عصبي بالاطراف فما بتمشي بشكل سوي فهناك في صعوبه بالمشي ايضا لا. يعني مش انه بس في مرض الروماتويد في امراض اخرى مترافقه فاذا اجتمع جميع هذه الامراض مع بعض وحيكون انعكاس مرض الروماتويد هو الانعكاس الاخطر والاكبر على المريضه فممكن يؤدي الى الاعاقه التامه للمريضه وعدم القدره على القيام باي نشاط يومي ويؤدي إلى مضاعفات أخرى أوه. والأخطر هي مثلا مضاعفات بالعين ممكن يؤدي إلى فقدان البصر لا. إذا إذا المريضة ما علجت بالدواء البيولوجي المطلوب لفترات تمنع يعني مضاعفات المرض إذا <applause> تركنا المرض بدون علاج هذا المرض له عدة أنواع من العلاجات الأهم هي العلاج البيولوجي هلا نحن اللي طالبينه من المريضة لا. إذا ما أخذ هذا العلاج بالوقت المناسب ل وقف تدهور وتطور المرض نعم. فيؤدي إلى مضاعفات أخطر من مرض الروماتويد بالنسبة للمريضة ممكن تكلفة العلاج تكون أكبر مثلا ممكن يؤدي إلى تلف في مفصل الركبة أو مفصل الورك التدخل الجراحي لتغيير أحد هذه المفاصل ممكن يكلف من 200 إلى 300 ألف درهم نعم. يعني أضعاف أضعاف في العلاج اللي بدها تأخذه هي لمدة سنتين أو ثلاث سنوات نعم. فممكن هذه العلاجات البيولوجية أن تساعد المريضة على الوقف من تطور المرض والوقف اهم شيء من الالم من الالم, من الألم. طبعا يعني الالم أبشع جدا شديد شعور. يعني تصور الواحد عايش مع الالم طبعًا. بشكل مستمر طبعا ابشع شعور يشعر المريض حقيقه هو الشعور بالالم خاصه اذا كان هذا الالم مزمن مشاهدينا الكرام نحن طبعا سوف نتواصل وحضراتكم لكن بعد هذا الفاصل ويبدو انه ولله الحمد هناك استجابه وهناك حراك من فاعلي الخير سوف اخبركم واعلمكم هذا بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام اذكر حضراتكم بان حالتنا لهذه الامسيه او لهذه الليله هي حاله نهايه محمد عمره 58 سنه تعاني من الام المفاصل الروماتويد كما تشاهدون ناشدتكم من خلال هذا التقرير ان تساعدوها كي تخففوا عليها الالام من خلال العلاج الذي قيمته 150 ألف درهم و150 ألف درهم هي علاج لمدة سنتين كما ترون أيضا من خلال التقرير أن حالتهم المادية ليست ميسورة ويعني كما تشاهدون البيت متواضع جدا الحالة متواضعة جدا جدا ولا حول ولا قوه ولا سبيل لهم الا الايادي الخيره واهل الاحسان واهل الخير الذين يتابعون هذا البرنامج عن كثب سوى من خلال شاشتنا او من خلال اذاعتنا ونتمنى من حضراتكم ان تستجيبوا لمطلبها وان تساندوها في التخفيف عن الامها طيب أعطيكم فكرة بالنسبة لفاعلي الخير الذين تفاعلوا معنا إلى حد هذه اللحظة طبعا لدينا مبلغ 68 ألف درهم وصلنا عن طريق خدمة الرسائل النصية اس جزاكم الله خير هناك فاعل خير أيضا تبرع بمبلغ 5000 درهم و2000 درهم أيضا فاعل خير آخر وفاعل خير آخر 1000 درهم تقريبا وصلنا 75 75 الف درهم نص المبلغ شوط قطعناه جميل ولسنا في منتصف الحلقه بعدنا ما نصفنا الحلقه دكتور ان شاء الله بنجمع المبلغ ان شاء الله بنجمع المبلغ باذن الله متفائل دكتور باذن الله طيب انا دائما احب ان اسال السؤال هذا في نهايه الحلقه لكن انا راح اساله من الان اللي هو ماذا لو لم نجمع المبلغ؟ ما هي يعني كيف سوف تكون حياة نهايه اذا لم تاخذ العلاج بشكلها المنتظم اذا لم يعطى العلاج في الوقت المناسب لهذه المريضات طبعا حتعاني من الام شديده يوميا لا. وهذه الالام تاتي على شكل هجمات مفصليه لا. ممكن تكون باليد ممكن تكون بالركبه ممكن تكون بال باي مفصل بالقدم فبتمنعها من 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 الحياه اليوميه العاديه فبتضطر الى الجلوس على الكرسي بتضطر انه يعني تبحث عن اناس يخدموها لانه ما عادت قادره على الخدمه طبعا فكمان هو كمان هو بيكون في تكاليف عالي. ماديه الجلوس وعدم الحركه كمان له مضاعفات خطيره على المريضه ممكن يؤدي الى عند امراض السكر امراض الضغط امراض القلب وبحد ذاته هو مرض الروماتويد ممكن يعمل مضاعفات للقلب، أو. ممكن يعمل قصور في القلب، ممكن يعمل التهابات رئوية متكرره ومزمنه، نسميها مر... الرئه الروماتزميه الروماتويديه، ممكن يشكل عقد عندها من رمض الر... يعني الروماتويد نفسه مرض الروماتويد، لا. ممكن يؤدي الى تشكيل عقد، هذه العقد تتوضع في الرئه، فبصير عندها صعوبه بالتنفس، التهابات رئويه مزمنه أوه. اللي نسميه نحن التهاب القصبات او أوه. تجمع سائل ممكن سائل معين يتجمع على جدار القلب ممكن يتجمع في الرئه نفسها أوه. فما بعد عنده قدره على التنفس وعلى الحركه بالاضافه الى تلف كامل للمفصل يعني ممكن يصير في تاكل كامل بالمفصل المفصل ما ما يضل موجود نعم الى عدم يعني اعاقه تامه مثلا لنفرض انه صار في عنده تاكل بمفصل الركبه مم. عدم القدره على المشي تضطر للعمل الجراحي ب... لتغيير مفصل الركبه هذا العمل الجراحي يحتاج الى مبلغ مادي كبير تكاليف جدا أخرى. مثل ما قلت انا في مم. بدايه الحلقه ممكن يحتاج الى اكثر من مائة ألف درهم نعم. لتغيير مفصل واحد نعم. فاذا استطعنا نجمع هذا المبلغ المتبقي ونعطيها علاج لمده سنتين حنوقف تطور المرض، حتعود لنشاطها الطبيعي المريضة، وحنوقف من تآكل المفصل، أهم شيء أنه التآكل ما يزداد عندها بالمفصل. نعم لأنه يعني إذا تآكل المفصل ما في شيء يعوضه إلا تبديل المفصل. أما إذا صار مثلا التهابات رئوية أو قصور بعمل القلب أو م. التهابات أخرى ممكن علاجها بأدوية تانية وأدوية معاوضة وترجع لحالتها الطبيعية. أما تآكل المفصل لا علاج له إلا تبديل المفصل. الا تبديل النص وممكن يح... يعني مثل ما يعني ذكرت عندها مشكله عصبيه م. يعني تعرضت لعمل جراحي باسفل الظهر وعندها ضعف بالقدم يعني اثناء المشي القدم عندها ضعيفه لا تستطيع المشي فمثل ما شفنا بالتقرير نعم. تمشي على العكاز ليس من اجل انه بس عندها هي مرض الروماتيزم برغم انها زالت صغيره دكتور اه يعني 58 سنه بالنسبه إيه؟ إلى صغيره يعني صغيرة بالنسبه تعتبر للسن 58 سنه واذا ظلت في هذه المعاناه نعم. الاعمار بهذه ممكن يعني تعيش طول 20 سنه اكثر 30 سنه وهي يعني في معاناه دائمه قد قد يستهتر البعض حقيقه بمرض الروماتايد او التهاب المفاصل ويظن انه هو يعني مجرد فيتامينات معينه كولاجين معين يؤخذ وتنتهي القصه طبعا لا 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 يعني مر... امراض الروماتيزم المناعيه م. تعتبر من من اخطر الامراض الروماتيزميه الموجوده ولا تعالج لا بالكولاجين ولا تعالج بالعلاج يعني بحب اذكر نعم يعني طرأتي على الموضوع العلاجات المتممه لا تفيد امراض الروماتيزم المناعيه على الاطلاق نعم. وتؤدي الى مضاعفات خطيره جدا وخاصه عند مرضى اللوبوس الذئاب الحمراء او الروماتويد ممكن يؤدي الى فشل كلوي تام نتيجه استعمال نعم. العلاجات المتممه العشوائيه او استعمال الادويه نعم. بدون استشاره الطبيب اذا هو مرض يجب ان نأخذه بعين الاعتبار في الوقت المناسب بالوقت عليه يعني حتى نتلافى ما حدث للمريضه هون يجب استشاره الطبيب في الوقت المبكر وتشخيص المرض بوقت مبكر حتى جميل. نتجنب المضاعفات مرض الروماتيزم الخطيره طب سوف ناتي للاعراض بعد قليل دكتور او ما هي المؤشرات التي تدل انه شخص لديه هذا المرض لكن دعوني اذكر سدى المشاهدين الكرام باهميه التجاوب مع حالتنا هذه الليله اهميه ان نخفف عليها الامها كما شاهدتم انا لا اريد ان اريد ان اكرر مره اخرى ما شاهدناه في التقرير ولو اخونا خالد النومان يا ريت مخرجنا لو تحط بعض من لقطات التقرير يعني حقيقه انا تاثرت بالمشهد العام لمنزلها ولبيتها المتواضع فعلا هي قالت انا دخلي يعني لا دخل لي يعني غير ابنتها دخلها متوسط جدا سيده منفصله لا معيلة لها غير ابنتها الحاله جدا حقيقه يعني متواضعه تحتاج فعلا إلى تخفيف ألمها هناك حقيقة متبرع هو نفس المتبرع الذي تبرع قبل قليل فاعل خير تبرع ب 2000 درهم تصل فينا مرة أخرى وتبرع ب 2000 أخرى جزاك الله خير يعني وصلنا تقريبا إلى سبع وسبعين ألف درهم نتمنى تجاوبكم مشاهدينا الكرام 150 الف درهم هو المبلغ الكلي الذي من شانه ان يوقف الامها ويعطيها الفرصه لكي تعيش حياه يوميه طبيعيه ما ابشع ان يشعر الانسان بالم عضوي والم نفسي الالم النفسي هي ان تكون عاله على الاخرين وان تحتاج الاخر لقضاء حاجاتها اليوميه دعوني أذكر حضراتكم بأرقام التواصل معنا طبعا لكل أهل الخير والإحسان ستة صفر إذا صفر أو على الرقم صفر خمسة صفر واحد ستة ثلاثة سبعة صفر صفر مرة أخرى صفر خمسة صفر واحد ستة ثلاثة سبعة صفر 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 أو على خدمة الرسائل النصية ستة ستة ثمانية ستة 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 ثمانية ستة وتذكروا مشاهدينا الكرام وتذكروا بأن كل إنفاق بإذن الله ينفق في هكذا حالات وهذه تعتبر صدقة في نهاية الأمر وهو الناس محتاجين يعني وداو مرضاكم بالصدقة هي تجارة مع الله سبحانه وتعالى وسوف تعود علينا جميعا بإذن الله تعالى بالأجر وبالثواب هي تتابعنا الآن وتحاول قدر الإمكان يعني تدعو ربها وهي لا تحاول تدعو ربها أن تتجاوب معها دكتور الأعراض عادة يعني كيف واحد يعرف أنه هو مصاب بالروماتايد أهم شيء أن الأعراض تبدأ هي يعني في البدايات الاعراض ممكن ما تكون اعراض روماتيزم كما تكون أوه. اعراض روماتويد ممكن المريض يشعر بقليل من التعب، الام مفصليه، تيبس صباحي في منهم تعبان آه، خمول خمول آه، الاعراض الحقيقيه لمرض الروماتويد تبدا بانتفاخ وتورم بالمفصل آه، عدم يعني تحديد في حركه المفصل مع الام ليليه تمنع المريض من النوم ليلا وعند الاستيقاظ الصباحي المريض بحاجه الى وقت نعم يستطيع يقوم باعماله اليوميه اقل شيء يمكن تكون ساعه او ساعه حتى يعود لا, لا يعني ينطلق بـ بـ بالمشي او ينطلق يقوم بالاعمال المنزليه نعم فهذه اهم الاعراض الروماتيزميه اما عن تشخيص المرض بطل انه لازم يزور طبيب الروماتيزم وهون عم تكون المشكله الكبرى مع المرضى يعني عم يوصلوا بشكل متاخرين دائماً. لطبيب الروماتيزم بشكل دائم ممكن يكون عم يشوف أطباء غير أطباء الروماتيزم نعم. وما عم يتم التشخيص بالوقت المبكر نعم. عم يتم التشخيص بوقت متأخر جدا فعم يؤدي إلى المضاعفات اللي عم نشوفها عند هؤلاء المرضى نعم. والأعراض الأخرى اللي ممكن مو بس إنه تكون ألام مفصلية ممكن تبدأ أعراض الروماتيزم ممكن بإصابات بالرئة ممكن مم. يكون إصابات التهاب بالحلق ممكن تكون أعراض أخرى نعم. غير اعراض مفصليه احيانا تبدا وتكون مم. مؤشر لمرض الروماتويد او مرض الذئاب الحمراء او مرض تصلب الشرياني الروماتيزمي رائع دعنا أه. نشاهد هذا التقرير سويا دكتور الخاص بالتشخيص نشاهد سويا مشاهدينا ومستمعينا كم ثم نعود لحضراتكم يعد التهاب المفاصل الرثوي من الأمراض الانضدادية التي تودي بالجهاز المناعي لمهاجمة المفاصل، مسببةً التهابات وتدميراً لها، ومن الممكن أيضاً أن يدمر جهاز المناعة أعضاء أخرى في الجسم مثل الرئتين والجلد، وفي بعض الحالات يسبب المرض الإعاقة مؤديةً إلى فقدان القدرة على الحركة والإنتاجية. وحول تشخيص المرض عاده ما يقوم الطبيب المختص بالتشخيص السريري وفي الوقت نفسه تجرى الاشعه السينيه على اليدين والاقدام لمن يعاني من الام بمفاصل متعدده بالجسم من الممكن ان لا يكون هناك اي تغير بالمفاصل بالمراحل الاولى من المرض ولكن مع تقدمه يمكن ملاحظه تاكل وخلع جزئي بالعظام يستخدم التصوير بالرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية في متابعة تطور المرض، وفي حالة الاشتباه بالروماتويد عند إجراء الفحص السريري، يجب عمل تحليل معامل الروماتويد مبدئيًا أو تحليل البيبتيد الحلقي نظرًا لعدم دقة الأول لدى نسبة كبيرة من مرضى التهاب المفاصل الرثوي، خاصة في السنة الأولى من الإصابة بالمرض. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام نهاية محمد هي حالتنا لهذه الليلة تحتاج من حضراتكم 150 ألف درهم جمعنا من أصل مبلغ تقريبا 77 ألف درهم لم يتبقى الكثير طبعا لكي ننقذ بإذن الله بإذن الله تعالى حياتها ونجعلها تعيش حياة طبيعية وتمارس أنشطتها اليومية ونخفف ألامها لأنها لا تستطيع أن تنام الليل من ألام المفاصل المبرحة حتى يديها كما كفيها كما شفناها قبل قليل في التقرير تصلب تصلبا الاثنين الكفان تصلبا حقيقة ولا تستطيع أن تمسك أي شيء فبالتالي هذه الإبر التي سوف تأخذها أو العلاج الذي سوف نوفره لها من خلال حضراتكم بإذن الله تعالى سوف يخفف عنها على الأقل لمدة سنتين لأن هذا المرض مزمن دكتور احنا كنا عرضنا تقرير قبل قليل هل لديك تعقيب على التقرير؟ هلأ بالنسبة لتشخيص مرض الروماتويد لا يعتمد فقط على التشخيص الدم يعني احيانا مثل ما ذكر في التقرير انه العامل الرثوي هون في كثير لغط عند الناس بيصير انه بيعملوا تحليل بيسموه عامل الروماتويد او العامل الرثوي بيطلع بوزيتيف بفكر انه عنده مرض الروماتويد هو عامل تصنيفي للمرض وليس تشخيصي نعم. فممكن هذا العامل انه نشوفه في امراض اخرى حتى في الالتهابات الرئويه العاديه نعم. ممكن نشوفه حتى في مرض النقرس او نشوفه في امراض مثلا حتى خشونه المفاصل العاديه مه. فليس يعني انه اذا احد الـ 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 اي احد ما عمل تحليل ووجد عنده الروماتويد فاكتور نسميه او العامل الرثوي ايجابي انه يكون عنده مرض الروماتويد جميل. يجب مراجعه طبيب الروماتيزم وصار في اغلاط كثير بهالموضوع هذا كثير من المرضى كانوا يعانون من الام مفصلية وجدوا عامل الرثوي بشكل بسيط مرتفع عندهم وعولجوا على اساس مرض الروماتويد نعم. وكان العلاج غلط وادى الى مضاعفات اكثر من مرض الروماتويد عند مرضى جميل يعني الذي يجد المرضى. لديه عامل روماتويد في تحليل الدم ليس بالضروره يكون عنده روماتويد, عنده روماتويد بس اذا وجد عنده بنسبه صحيح. عاليه يجب ان يزور طبيب الروماتيزم بحب أن انه ها يعني هذا العلاج هذا المبلغ اللي عم نجمعه هلا هذا فقط حق سعر الدواء طيب يعني الدواء لسه عند المريضه عند زياره الطبيب مم. والمتابعه حتى تعمل تحاليل دم لتشوف اذا في مضاعفات اخرى للدواء او لا مم. كل شهرين ثلاثه لازم تعمل م... هو الدواء له مضاعفات طبعا أي دواء له مضاعفات لا بلتنى. الدواء هذا تحديدا أنا عارفة أي دواء له كل دواء دواء هذا له مضاعفات لكن هذا الدواء تحديدا وهل مضاعفاته مثلا ممكن, ممكن كبيرة خطيرة مثلا هي مش حتكون مضاعفات خطيرة بس لازم لازم يعمل المريض تحليل من شهرين مم. إلى ثلاثة أشهر مم. حتى يتابع هل, هل يشوف الدواء إذا فعال مم. يشوف إذا في مضاعفات من الدواء على مكونات الدم على على أي أعضاء أخرى بالجسم مم. على ارتفاع أنزيمات الكبد فهذه طبعا التحاليل مكلفه وبحاجه ايضا الى 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 مادي حتى تدفع يعني كمان المريضه هذا المبلغ مثل ما قلنا فقط سعر الدواء نعم. يعني نتامل انه نجمع حتى اكثر من هذا المبلغ إن شاء الله يا رب. حتى يساعد المريضه بالمتابعه مع الاطباء ان شاء الله وحتى لانه بحاجه ايضا الى تصوير بحاجه ممكن انه تحتاج الى الى فحوصات اخرى نعم. يصير مضاعفات بالكبد يصير مضاعفات بالرئه فمش يعني مختصر العلاج فقط على مرض الروماتويد احنا ما هن... دكتور احنا ما نريد نخوفها هي ت... نحن, ما هي ما الم... نحن ما عم نخوف ما عم نخوف المريض نحن <applause> عم نحفز بيها... الناس نعم عم نحكي الحقيقه ايه. هو وان شاء الله ما بصير هذا نعم. ولكن نحن عم نحفز اهل الخير نعم. انه يتبرعوا بال... بالمبلغ حتى آه نعيد الحياه لهذه المريضه أيوة. اللي لساتها صغيره بالعمر صحيح ويعني ويبدو انها معاقه تقريبا يعني صحيح آه بالاضافه الى مرض الروماتويد مثل ما ذكرت عندها هي امراض عصبيه اخرى موجوده. نعم، اذا كما سمعتم مشاهدينا الكرام يعني آه نحن نريد ان نعطي امل دائما من خلال هذا البرنامج لمرضانا لكل من لجأ إلينا من 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 تقطعت السبل واقفلت الابواب في وجهه للتداوي والشفاء طبعا واذا مرضت فهو يشفين اكيد هو الشفاء من الله سبحانه وتعالى ولكن دائما هناك اسباب تكون مسببه باذن الله للتداوي للتشافي فان شاء الله الله يجعلكم انتم السبب باذن الله تعالى حتى تتداوى وتتعافى وتتشافى ونساعد هذه السيده حقيقه يعني يعني المتواضعه ماديا يعني لا اريد ان اقول يعني الانسان في نهايه الامر لا يطرق باب ويلجا الى اي حد في هذه الحياه الا فعلا اذا كان محتاج فما بالك لو كان لو كانت الحاجه هي للعلاج حاجه للتداوي حاجة لتنقيس أو للتخفيف من الألم الحزن يعني حقيقة كما تشاهدون يعني في عينيها الألام باين أنها مبرحة تصلب في أصابعها يعني لا تستطيع أن تفتح كفيها يعني حقيقة قد يكون الأمر في بعض الأحيان صعب توصيله لأنه مثل ما يقال لا يشعر بالجمرة إلا الشخص الذي وطأت فوق هذه الجمرة يعني الألم لا يشعره إلا صاحب الألم لكن إذا استطعت أنا أن أقرب لكم صورة الألم فأتمنى أن تبادلونا بالأمل يعني أتمنى أن تعطونا أنتم الأمل والأمل هنا بالنسبة لهذه السيدة هو إحسانكم هو تدخلكم هو إنفاقكم يعني وما من مبلغ سوف ينفق باذن الله الا وسوف تجدوه عند الله سبحانه وتعالى فنتمنى انه لا تنتهي هذه الحلقه ولا نقفل باب هذه الحاله الا ويكون المبلغ اكتمل المبلغ يعني المتبقي ليس بكبير على اهل الاحسان في دوله الامارات العربيه المتحده المبلغ بسيط جدا على اهل الخير في هذه الدوله الخيره في هذه الدوله التي تعتبر نموذج للخير ونموذج الانسانيه في هذا المجتمع الذي ولله الحمد لا زال يشعر بالاخر في ظل يعني تفككنا وابتعادنا عن بعض تظل دولة الإمارات دائما هي المجتمع الذي يشعر بالآخر المجتمع الذي يعني تتمثل وتتجسد في قيمة التكافل وقيمة الإحساس والشعور بالمحتاجين حقيقة أريد أن أذكركم بأرقام التواصل وأتمنى أن لا تخذلوننا أبدا في أن نصل لتسديد بقية المبلغ لنهاية محمد الرقم هو ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد ستة صفر صفر إذا ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد ستة صفر صفر أو الرقم الآخر صفر خمسة صفر واحد ستة ثلاثة سبعة صفر 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 خمسة صفر واحد ستة ثلاثة سبعة صفر 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 أو على خدمة الرسائل النصية 6 6 8 6 6, 6 8 6 إذا 150000 درهم مثل ما وضحنا قبل قليل 77000 درهم في جعبتنا نريد هناك فاعل خير 3000 ما شاء الله نتمنى هذا التفاعل يزيد ويكثر جزاك الله خير أيها الفاعل الخير وجزاكم الله خير كلكم يعني حتى من يتابعنا الآن و و يعني و وارسل فقط مبلغ بسيط عن طريق ستة على فكره يعني 6686 خدمات الرسائل النصيه مبالغ بسيطه يعني ليست مبالغ ضخمه لكن تتراكم انت مبلغ وهو مبلغ وهي مبلغ وابنك مبلغ ونعلم اولادنا كيف ان احنا نشعب بالاخر ويا ريت لو الاسره كلها ملتمه اليوم حول هذه حول هذه الحلقه ونزرع قيمة التكافل وقيمة الإحساس الآخر في قلوب أبنائنا في قلوب كل من في فلذات أكبادنا حتى حتى فعلا نحقق دائما هذه القيمة في المجتمع 3000 درهم جزاك الله خير إذا كم وصلنا تقريبا المبلغ كله 80 ألف درهم تبقى 70 ألف درهم 70 70000 ألف ده 70 ألف درهم يا خالد وعندنا ربع ساعة ليس كذلك؟ ربع ساعه فقط هل يا ترى في خلال هذه الربع ساعه سوف نجمع بقيه المبلغ سبعين ألف درهم هو بقيه المبلغ والله بالنسبه لاهل الامارات وأهل الخير يا دكتور يعني كثير مبلغ بسيط يعني لازم لازم يتبرعوا فيه ان شاء الله أو ليس كذلك يعني انا اعتقد انه اذا تم التبرع بهذا المبلغ يعني احيانا بعض مرضى الروماتويد وقت اللي منعالجهم بادويه بيولوجيه ممكن بعد العلاج يصيب حالي من الاستقرار نسميها الاستقرار طويلة الأمد للمرض نعم. و والمريضة ما تعد تشعر بأي آلام ولا بأي التهابات يالله. مفصلية وممكن تستمر لسنوات عديدة نعم. وأحياناً نحن نسميه أنه انطفى المرض خلاص ما يعني ما أنه المرض راح واختفى نعم. ولكن نشاط المرض يعني وصل لحد معين وصار في استقرار نتيجة العلاج وممكن تتحول لأدوية أرخص سعراً طالما في استقرار وممكن تخدمها هذه الأدوية لسنوات أخرى يا رب في أمل كبير إن شاء الله أن نجمع يعني هذا المبلغ ونوصل المريضة لحالة من الاستقرار وتعود للحياة الطبيعية حتى الإنسان العادي نعم اللي دخله عادي أو ما نقول مط... حتى لو متوسط دخله ما ممكن إنه يوفر هيك مبالغ يعني هتحتاج شهريا بين السبعة أو ثمانية آلاف درهم شهريا فقط سعر دواء يعني بتكون الانسان حالته الماديه جيده جدا حتى يتوفر هيك علاجات طبعا لانه مو بس انه في نفقات ماديه للعلاج في نفقات ماديه اخرى للبيت نعم فيعني الحاله نعم. مثل ما شفنا حاله نعم. جدا أنا يمكن اهم شيء دكتور انا بالنسبه لي انا وجهه نظري انا في في اعتقادي هو التخفيف من الالم هو الالم أبشع الالم شديد جدا يعني شيء ممكن يشعر اصعب من الم الالام يعني. اللي بنشعر فيها اثناء مثلا الام الضرس او الام السن او النخر اللي يحدث وقت اللي بيصيبنا الام شديده بنذهب لطبيب الاسنان، اصعب بعشر مرات منها اللهم كثير. عافنا في ابداننا وفي سمعنا وفي ابصارنا واجعله الوارث منا يا ارحم الراحمين، اللهم خفف يا ربي الامها والام جميع المسلمين يا ارحم الراحمين، اللهم خفف الامكم يا رب العالمين رب العالمين، اللهم يجعل يا رب كل ما انفقتوه في سبيل هذه الحالة وفي كل الحالات من خلال هذا البرنامج ميزان حسناتكم بإذن الله تعالى هناك فعل خير الآن تبرع بخمسة آلاف درهم جزاك الله خير وأحسنت وإن شاء الله في ميزان حسناتك حقيقة خمسة وثمانين ألف درهم وصلنا المبلغ الإجمالي أنا بإذن الله عندي أمل أنا دائما لا أفقد الأمل في هذه الحياة مهما تقطعت تقطع الرجاء وإن كان الرجاء لا ينقطع بدم الله سبحانه وتعالى ولله الحمد موجود معنا بال ببركاته وبفضله علينا لا نقطع الامل. اليأس هو ليس من شأن ومن ديدن المسلمين ولكن نسعى نسعى ومن خلال هذا البرنامج نسعى دائما بان نضع ايدينا في ايديكم حتى نساعد هؤلاء المحتاجين، هؤلاء المتالمين، هؤلاء المتضررين، هؤلاء الذين حقيقة من خلالنا سوف يشعرون من خلالنا نحن وأنتم كمشاهدين الكرام من خلالنا سوف يشعرون بإذن الله بالاستقرار وبالراحة وبالحياة الطبيعية التي ننعم بها وإن شاء الله يديم علينا النعمة يا رب العالمين دعونا آه. نتابع هذا الحديث ثم نعود لحضراتكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. إذا كما سمعتم الحديث مشاهدينا الكرام هي تجارة مع الله. هي تجارة مع الله سبحانه وتعالى، كل مبلغ ينفق بإذن الله في سبيل آه يعني تخفيف الألم على الاخرين في سبيل فتح ابواب في وجه الاخرين هذه سيده مقفل في في وجهها الابواب ليس لديها مال يعني الالم النفسي والالم المادي كبير يعني ان يكون الانسان مريض وايضا لا يكون لديه المال والنقود التي يتعالج بها يعني المصيبه هنا حقيقه لا اريد ان اقول مصيبه يعني المشكله مشكلتان المعضله معضلتان معضله الألم ومعضله المرض وهو ابتلاء ولله الحمد ونحمد ربنا دائما على ابتلاءاتنا ومعضله عدم وجود المال للتداوي يا الله يا دكتور طيب يعني مم. بالنسبه لحاله المريضه اذا ما تم جمع المبلغ لا يعني لازم نشوف طريقه ثانيه يعني مثلا عن طريق جمعيه الهلال الاحمر او عن طريق اي مم. جمعيات ثانيه نجمع المبلغ لانها تعاني من مرض روماتويد متطور وتعاني من امراض عصبيه بالاطراف فممكن يؤدي الى الى التهابات عصبيه جلديه مفصليه بتؤدي الى نخر بالجلد وبالعظم ويؤدي الى بتر احد يعني إلا مثلا الاصبع او الطرف نتيجه يعني لو التهابات شريانيه انا كنت هالكلام يا دكتور نحن يعني هذا نحن عم نحكي حقائق <applause> ان شاء الله ولكن نعم. ما لح تحصل مع المريضه يا رب. بسبب انه اهل الخير حيتبرعوا باذن الله وحن نجمعنا المبلغ وحتتداوى بالدواء وهذا الدواء ان شاء الله حيمنعها من يعني اي مضاعفات خطيره من اللي ذكرتها انا انا هذه يعني المضاعفات اللي عم على فكره هي حقيقه موجوده نعم. ولكن نتيجه تطور الطب هلا والتشخيص المبكر لهذا المرض واعطاء العلاجات البيولوجيه بالوقت المبكر منع من حدوث هذه المضاعفات طيب اعطينا صورتها الله يخليك اخوي خالد يعني شوف يعني هذه هذه السيده حقيقه كما تشاهدون مشاهدينا الكرام يعني نظره امل نظره حزن نظره ترقب نظره يا رب تقول هنا كانه تقول يا رب اشفيني وعافيني اللهم يشفيك يا نهايه وان شاء الله لن تنتهي هذه الحلقه يا نهايه الا وتكون ويكون مبلغ العلاج مجموع بإذن الله حتى ترتاحي وتستقري وتطمئني وصلنا أيضا مبلغ خمسة آلاف درهم الآن من فاعل خير جزاك الله خير أيها الفاعل الخير أتمنى يا رب تكثر الخمس تلافات وراء بعض وأكثر قبل ما تنتهي يا سلام استجاب ربي 5000 أخرى الآن وصلنا مئة ألف تقريبا خمسة وتسعين ألف يا سلام خمسة ألف درهم ولدينا ثمان دقائق المتبقي من قيمة وقت البرنامج ونريد خمسة ألف درهم يا أهل الخير يا أهل الأحسان خمسة ألف درهم يعني مبلغ بسيط حقيقة جدا أذكركم بالأرقام حتى تتفاعلوا معنا كما تفاعلتم وأشكركم على تفاعلكم وأشكركم لحقيقة حسن ظنكم بهذا البرنامج أشكركم لسعيكم لفعل الخير أشكر كل حقيقة من يحاول قدر الامكان ان يشعر بما نشعر به نحن هنا كفريق البرنامج وك كل من لجا الينا. نحن يمكن متالمين يمكن اكثر من النهايه حقيقه، لانه نحن في نهايه الامر نريد ان نخفف عنها باذن الله، لكن من خلالكم باذن الله تعالى. ارقام البرنامج مشاهدينا الكرام 6 صفر 0 5 إذا ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد ستة صفر صفر أو الرقم الجوال صفر خمسة صفر واحد ستة ثلاثة سبعة صفر 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 مرة أخرى صفر خمسة صفر واحد ستة ثلاثة سبعة صفر 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 أو على خدمة الرسائل النصية ستة ستة ثمانية ستة 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 ثمانية ستة آه نحن الان سوف نذهب الى تقرير مشاهدينا الكرام لكي آه نتعرف على مضاعفات هذا المرض ونعود لحضراتكم التهاب المفاصل الرثوي هو مرض يصيب مفاصل الجسم محدثا حراره والما وانتفاخا مع الحركه او اللمس كما يصيب المفاصل بالتصلب مما يعيقها عن الحركه ومن مضاعفات المرض ايضا النتوءات النسيجيه الصلبه تحت الجلد في اليدين وتليف في الرئتين خاصه مع استعمال ادويه معينه تساعد في تكوين التليف بالاضافه الى تجمع السوائل في الغشاء الرئوي يذكر ان الاشخاص المصابين بهذا المرض اكثر عرضه للاصابه بتصلب الشرايين وزياده خطر الجلطات القلبيه والسكتات الدماغيه اضافه الى التهابات وجفاف العين وارتفاع انزيمات الكبد وفقر الدم واعتلال الاعصاب الطرفيه مما يؤدي مبدئيا الى الام في الاطراف ومن ثم فقد الاحساس فيها حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام متواصلين معكم وهذه الحلقه برنامج الم وامل تفاعلكم حقيقه معنا في تزايد وفي ارتفاع في اللحظات وفي الدقائق الاخيره حقيقه من برنامجنا لهذه الليله تفاعلكم مع نهايه نهايه التي تنتظر اطمئنيه نهايه باذن الله سوف تتطببي وسوف تتعالجي وسوف تخفف عليك الألام فقط لا تنسينا من الدعاء لا تنسي أهل الخير من الدعاء لا تنسيني ولا تنسي كل إخواني هنا في هذا البرنامج من الدعاء تبرع فعل خير الآن ألف درهم فعل خير آخر أيضا تبرع بألف درهم فاعل خير آخر تبرع بألفين درهم ثم فاعل خير آخر تبرع بألف درهم وصلنا كمان ألفين أيضاً ألفين درهم فاعل خير آخر وصلنا مية وأربع آلاف درهم ستة وأربعين ألف درهم يا سلام في أربع دقائق ستة وأربعين ألف درهم يا ريت لو حد يتصل يعطيناها ستة وأربعين ألف درهم كاملة يعني يكون وفرت علينا الله يجزيك خير يا من سوف تتبرع ستة وأربعين ألف درهم يا من سوف تعطينا هذا المبلغ لانه لم يبقى من الوقت الا القليل يعني هذا المبلغ ممكن ينقذ المريضه جميع المضاعفات اللي ذكرت على الشاشه حاليا ممكن انه ما تحدث للمريضه لو تم التبرع بهذا المبلغ يا رب. يعني حتاخذ حت علاجاتها بالدواء البيولوجي وهي ان شاء الله بعدم يعني حدوث اي مضاعفات حتى لو حدثت مضاعفات بتكون مضاعفات بسيطه في مقدره على حلها بدون تكلفه ماديه نعم. فهذا المبلغ حيعيد الحياه الطبيعيه لهذه المريضه اللي هي بامس الحاجه الى ومثل ما شفنا في التقرير يعني عدم القدره على المشي، اصابه عصبيه، تنمل، انتفاخ بالمفاصل، الام ليليه، تيبس صباحي، عدم القدره على النوم، عدم يعني القدرة... حياة مشلولة يعني الحياة ب... مشلولة، الحياة كلها مشلولة يعني مو بس مشلولة، حياة مع ألم مشلولة بألم يعني بألم صعب جدا مم. يعني ممكن الواحد يكون عنده اعاقة مفصلية بس م... مش موجوع ممكن ي... يخرج يدخل يقعد يتحدث مع اصدقائه يقرا كتاب ولكن اذا كان موجوع ما بيقدر إيه يعمل والله. اي حركه إيه والله دكتور. فالقضاء على الالم يعني ضروري جدا انه ان شاء بشع الله الألم. انه بشع الالم يمكن اكثر شيء بشع في الحياه يعني سواء كان الالم العضوي او الالم النفسي نحن اذا خدش اصبع أو جرح إصبع لدينا نشعر بضيق وبألم طول اليوم فما بالك لو كانت أحيانا هؤلاء المرضى بتلاقيهم يعني بالعيادات بألام مفصلية جدا نعم. جدا جدا صعبة وتستدعي بالتدخل الفوري لهؤلاء المرضى بإفراغ السائل من المفصل واعطاء حقن موضعيه نعم. لتخفيف الالم عنهم يعني بتلاقيهم جايين مع العائله ومحمولين من قبل افراد العائله نعم المريض ما عنده قدره حتى انه غطاء الـ 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 الورق انه انه يلامس نعم. المفصل من شده الالم عنده والله نحن نحتاج احيانا مشاهدينا الكرام ان نذهب ونزور اماكن المستشفيات حقيقه حيث يتالم المريض, المريض آه الام شديد حتى جدا حتى نستشعر بقيمه النعم التي لدينا يعني لدينا نعمه كبيره جدا نعمه الصحه ولله الحمد هذه هي تاج النعم ولله الحمد والشكر فلنحمد ربنا عليها فل فل فلنصلي ونسجد في كل ركعه ونقول ولله الحمد والشكر على هذه النعمه الالام جدا صعبه آه نهايه باذن الله لن تنتهي هذه الحلقه الا ويكون اكتمل مبلغ باذن الله وان كان تبقى يمكن دقيقتين عن الله اكبر جميل عشرين الف من جمعيه بيت الخير وعنا الف من فاعل خير اذا كم صار عندنا المبلغ مئه وخمسه وعشرين الف درهم صحيح لا كم مئه وخمسه وعشرين الف درهم يا جماعة باقي بس خمسة وعشرين ألف درهم من يأخذ هذا المبلغ في الثواني الأخيرة؟ نتمنى وإحنا نودع ونحن نختم يجيني مكالمة تقول خمسة وعشرين ألف اكتملت دكتور كلمة أخيرة كلمة أخيرة نتمنى أنه بعد ما نخرج من الاستوديو نسمع أنه تم جمع المبلغ للمريضة ونتمنى الشفاء لهذه المريضة لكل مرضى الروماتويد وكل مرضى أمراض الروماتيزم نصيحة لجميع مرضى الروماتيزم بزيارة الطبيب بالوقت المناسب لدى الشعور بأي آلام مفصلية نعم. لأ ممكن تكون مرض الروماتويد، ممكن تكون الذئاب الحمراء ممكن تكون حتى أمراض سرطانية أو لمفاوية تبدأ بآلام مفصلية نعم. فالتشخيص المبكر يحمي المريض مما شفناه هلا هون على الشاشه مع هذه المريضه نعم شكرا جزيلا لك دكتور ايمن المصري اخصائي امراض الروماتيزم والمفاصل العظميه شكرا جزيلا شكرا لك. لكم. شكرا الجزيل لحضراتكم مشاهدينا الكرام جزاكم الله خير وان شاء الله في ميزان حسناتكم تبقى 25 ألف درهم نهايه باذن الله سوف نجمع لك هذا المبلغ من خلال اعاده هذه البرنامج سوف نستمر في استقبال طبعا مراسلاتكم وتبرعاتكم عبر ارقام التواصل الخاصه ببرنامج ألم وأمل في ميزان حسناتكم وفي النهايه أقول يعني اللهم عافنا في أبداننا وسمعنا وأبصارنا واجعله الوارث منا اللهم أدم علينا نعمة الصحه والعفو والعافيه يا أرحم الراحمين جزاكم الله خير لحسن المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.